كل سنة طيبين. يا ريت لو عجبكم فيديو النهاردة تحطي لايك، ولو أول مرة تشوفي القناة تشتركي فيها من الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو، هتلاقيه باللون الأحمر مكتوب اشتراك أو سبسكرايب. كمان فعلي علامة الجرس اللي جنبها على الكل علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو، ويا ريت تاخدي أفكار من الفيديو تساعدك في تنظيف البيت قبل العيد. والفيديو ده غرضه ان انا اشجعك واخلي الدنيا ما تبقاش مكركبه على دماغك، وان الموضوع يبقى سهل وبسيط. يلا بينا نبدأ الفيديو. كل ست بيت بتسعى انها تجهز البيت للعيد قبلها بفتره قصيره جدا، علشان اول يوم العيد الصبح يبان البيت في اجمل ريحه واجمل حال. وبالتالي بنفكر دايما نبتدي منين. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بيكم، وده فيديو جديد. انا عفاف ودي قناتي. يا رب تكونوا كلكم بخير وكل سنه وانتم طيبين. في البداية كده أحب أقولك، كل ما كنت منظمة في الأساس بشكل مستمر، كل ما كانت الحكاية أسهل وأيسر عليكي جدا، ومش هتجهدي نفسك بالشكل المتعارف عليه في تنظيف العيد. علشان كده احنا مع بعض النهاردة هندردش ونقسم المهام اللي عندنا على 3 أيام. رقم واحد، هنقسم المهام بتاعت البيت كلها عموما، والحاجات اللي موجودة عندنا في البيت اللي ينفع أو يسمح ولادنا يعملوها على حسب سنهم طبعا، وبرضه في إطار قدرتهم واللي يقدروا يعملوه. يعني مثلا اوضهم هيرتبوها، كل حد يرتب اوضته، يلم كتبه، يلم العابه، ويلم هدومه. ده هيوفر عليكي ويقلل مجهودك جدا، ويخليكي بدل ما تتشغلي في الحاجات المعتاده بتاعه الروتين اليومي بتاعه كل يوم، هو ان هم يشيلوا البند ده من عليكي شويه، وتبداي تركزي في الحاجات اللي احنا محتاجين نشتغلها بعمق شويه عشان تنظيف العيد. بمعنى هم يشيلوا هدومهم والعابهم في اماكنها، الهدوم يقسموها، الحاجات اللي مش نظيفه يبقى تروح الباسكت، والحاجات النظيفه يبقى تتعلق، يبقى بدل ما انت تقعدي طول النهار في البيت تلمي في العاب وتلمي في كراكيب وتلمي في هدوم، هو انت هتفوقي وتركزي في حاجات تانية شويه. طيب عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا جدا، المشتريات عموما بتاعت البيت اللي بنشتريها من بره، خلي زوجك او لو انت ولادك كبار او اي حد، اكتبي في ورقه اللي انت محتاجاه، وقللي من عليكي المجهود شويه في انك تنزلي تقعدي تلفي وتتعبي وتشتري الحاجات دي عموما، يعني اللي هي مشتريات البيت، سواء كان بقى خضار ولا لحوم ولا اي خزين. خلي حد في البيت من معاكي او حد كبير ويقدر يعمل الموضوع ده، يبقى مريح جدا. احنا اصلا لما بننزل بنتفرهد جدا، يعني انا بنزل اشتري حاجات برجع ببقى عاوزه ارتاح 3 ساعات، فيعني عايزين نقلل شويه المجهود، لان احنا الستات بيبقى في الكام يوم اللي قبل العيد دول مضغوطين جدا جدا. دي كده النقطة الأولى، ويا رب لو النقطة اللي هنتكلم فيها دي تستفيدي منها وانتي شغالة كده عموما في يومك في البيت، تاخدي منها ولو افكار بسيطة. رقم 2، هنقسم ايام التنظيف والترتيب برضو على 3، يوم للمطبخ لوحده اساسي، وليكن مثلا هتعملي النهاردة انا هنظف المطبخ النهاردة، هنتكلم دلوقتي بالتفصيل على المطبخ، ولكن يوم للمطبخ ويوم للغرف كلها عموما، واليوم الثالث للريسبشن والحمام. تمام، التقسيمة دي هتسهل عليك كتير، هتخليكي محددة ومركزة انت هتشتغلي في ايه، مش كل البيت سايح على بعضه معاكي. رقم 3، طيب هنبتدي في اليوم اللي هننضف فيه عموما الغرف، هنغسل الناس الستاير كلها ونغسلها، وتنفضي السجاجيد وتغسليها طبعا لو امكن، ولو مش لو تمام ونظيفه خلاص يبقى هننفضها بس ونحطها تتشمس في البلكونه، وبرده لو تخففي على نفسك لو انت هتغسلي السجاجيد وروحي دراي كلين اسهل وافضل واريح ليكي، ما تضغطيش نفسك في غسيله الجيد، ادام ينفع تتعمل بره او حد تاني يعملها عنك. هنكنس طبعا الارضيات كلها وننظف الشبابيك والبلكونات. رقم 4، بعد كده هنغسل كل المفروشات اللي عندنا، لو اي مفارش موجوده على اي ترابيزات هتشيليها، مفارش السرير هنغيرها، وتاخدي بالك طبعا من العصر ودرجات الحراره في الستاير والمفارش علشان ما نضطرش نكوي وندوخ يعني بعد ما تطلع الحاجه من الغساله وتبقى مكسره جدا. واخيرا نمسح الارضيات. رقم 5، يوم الوقفه اللي هو تالت يوم، هنمسح بقى الارضيات مسحه سريعه، نفرش السجاجيد اللي احنا نضفناها او غسلناها او شمسناها، نحط ملايات نظيفه وفوط نظيفه، ونفرش ونجهز الغدا بتاع اول يوم العيد اللي هو ده، الكلام ده يوم الوقفه. يعني نيجي بقى للمطبخ، اليوم اللي هتخصصيه للمطبخ اللي هيحصل فيه كالاتي: ترتيب اولا سريع للمطبخ، يعني مفيش مواعين، رخامات فاضيه شويه، بوتاجاز عليه الحلل بعد ما خلصتي غدا نظيف، يعني مش تفضلي
تقضي اليوم كله اللي هتقضيه في المطبخ عشان تنظفي تنظيف عميق للمطبخ، تقضيه كله في روتين يومي عادي، اللي هو هنمسح البوتاجاز ونغسل المواعين ونمسح الارضيات. ده كده اللي بنعمله كل يوم، فانت كده ما اضفتيش جديد في المطبخ. اول حاجه هنبدا بيها في تنظيف العميق للمطبخ هنبدا بالثلاجه. بعد كده ننظف البوتاجاز والفرن والشفاط مع بعض، الثلاث حاجات دول تاخديهم شوط واحد كده على طول. بعد كده ما تخلصي هنرتبي الدرف سريعا، نشيل الدهون من على السيراميك ومن على الدرف الالموتال عموما في المطبخ باي منظف. ما تضيعيش مجهودك في خلطات وحاجات تتعبك على الفاضي، انت ركزي خالص، نستخدمي منظف كويس ترشي، هتسيحي الدهون شويه 10 دقائق ولا حاجه بعد ما ترشي. هتستخدمي سلك مواعين ناعم مش خشن عشان ما تجرحيش المطبخ اللي عندك سواء كان الموتال او اي نوع تاني، وتستخدمي سلك مواعين ناعم جدا جدا وتحطي عليه اي منظف وتبداي تدعكي بعد ما تكوني رشيتي المزيل اللي عندك. هينضف ويبقى معاكي زي الفل مهما كانت الدهون صعبه، يعني هي المزيلات دي بتنضف وتطلع على طول، يعني ممكن تاخد منك مجهود في الدعك شويه بس على الاقل لو انت متابعه دايما لا الموضوع هيكون سهل وبسيط عليكي جدا. طب ليه بدانا في التلاجة؟ عشان التلاجة تكون مستعده طبعا لاي حاجه هنشتريها من لوازم العيد. طلعي بقى بواقي الفريزر اللي عندك وانت بترتبي التلاجة كده، تاكليها في اليومين ثلاثه الجايين دول اللي هم قبل العيد. اولا هتفضي التلاجة شويه، ثانيا خلاص هتخلصي بواقي الاكل في الفريزر عندك بدل ما تفضل مركونه وفي الاخر تترمي. يبقى المفروض ان انت هتجهزي نفسك للعيد قبلها بثلاث ايام، ما ينفعش ان انت تكركبي نفسك في كل حاجه يوم الوقفه، ده مش صح خالص. هتفضلي يوم العيد الصبح ايه ظهري ايه رجلي ايه مش قادره خالص تتحركي، على ايه؟ ما احنا عندنا طول السنه ننظف فيها، يعني ما نزنقش نفسنا في العيد ونقضي العيد كلنا تعبانين ونايمين مش قادرين نتحرك عشان ننظف، ما احنا طول السنه بننظف، فالموضوع ما تخليهوش يضايقك قوي ويكركب عليك الدنيا، يعني عادي انا عندي حاجات ممكن ما اخلصهاش قبل العيد مش مهم، عادي جدا. وبرده زي ما احنا بنهتم بالبيت ونركز قوي في المطبخ والبوتاجاز والشفاط والسجاد، اهتمي بنفسك جدا، يعني ركزي قوي ان انت العنايه الشخصيه بتاعتك دي تخصصي لها برده وقت كده، ما ينفعش طول الوقت يبقى تنظيف وترتيب وخلاص. اهم حاجه افتكري كويس ان تجهيز البيت للعيد مش لا يعني بالضروره خالص عفش جديد او تغييرات كبيره تكلفك فلوس ووقت كتير، ممكن خطوات بسيطه جدا تعملي فيها روح في البيت جديده وتخلي الموضوع كده مختلف، وتستقبلي العيد بمنتهى الراحة النفسية ومنتهى الهدوء ببيت نظيف طبعا من غير ما تصرفي فلوس كتير ولا تبذلي يعني مجهود كبير قوي في انك تغيري حاجات في البيت. احب اقولك ما تضغطيش نفسك يوم الوقفة علشان خاطر انك تيجي اول يوم العيد الصبح يبقى البيت كله مفروش لسه قبلها بساعتين، هو يعني العيد نفسه مش حد احنا مستنيين يجي، يعني لا ده يوم عادي زي بقيه الايام، ولكن بس احتفالا بقدوم العيد يعني احنا بنحب ننظف ونرتب البيوت تنظيف موسمي، ولكن مش معنى كده انك تضغطي نفسك يوم الوقفه وتفضلي مهدود حيلك ومش شايفه قدامك وتفضلي طول العيد نايمه تعبانه. وبرده احب اقول لك ما توتريش نفسك، يعني انا عادي النهارده عملت روتين في البيت، فتحت التراب ولميت السجاجيد شفطتها بالمكنسة ولمعت الارض وفرشت السجاجيد تاني ومسحت التراب وغيرت فرش السرير وحلو قوي كده، عادي يعني مش لازم نهد الحيطان ونتخلع السيراميك من مكانه، اتعاملي عادي علشان ما تبقيش متوترة وتحسي ان انت مضغوطة. اعملي اكل حلو اول يوم العيد، حسي ان انت مش مضغوطة علشان الموضوع ما يبقاش صعب عليكي، وبدل ما يبقى هو عيد لا يبقى انا نايمه في السرير تعبانه مش قادره اتحرك بسبب التنظيف اللي انا عملته. احنا عندنا طول السنه ننظف ونرتب فيها براحتنا، مش لازم نضغط نفسنا يوم الوقفه او نجيب تنظيف السنه اللي احنا ما عملناهوش كله وعايزين ننظفه قبل العيد بيومين ثلاثه. علشان كده نرجع نقول الناس المتابعه المركزه في البيت طول السنه العيد ده ما بيفرقش معاهم خالص وما بيحسسهمش ان هو ضغط عليهم، بنرتب ترتيب. كلنا كستات نعرف ان المكرونه والكفته من اسهل الغدوات اللي ممكن تعمليها، هنعمل النهارده طريقه مختلفه شويه للمكرونه، طبعا مشهوره على اليوتيوب من فتره كبيره ولكن انا اول مره اجربها، هي طعمها كويس بس المكرونه بالصلصه ليها طعم تاني مختلف عن المكرونه دي خالص، يعني دي مش مكرونه بالصلصه الطعم العادي بتاعنا، ليها طعم مميز ومختلف كده علشان الفلفل اللي حطيناه عليها، انما هي الطريقه سهله ما فيهاش اي حاجه ومن غير سلق خالص. عندي هستخدم فلفل الوان وبصل وطماطم وتوم والتوابل الملح والفلفل والكمون والكزبرة، هنحط المكرونة نية من غير ما نقسمها ولا حاجة، وهنحط البصل مكعبات كده او مفروم في الكبة والطماطم والفلفل بتاعنا
بالشكل دوت، وكده كده هنقلب كله على بعضه اصلا لما تغلي على طول. عندي ميه مغليه حطيتها على النار عشان تغلي عشان ازود بيها المكرونه. هحط كمان ثوم مفروم، معلقه كويسه كده، كام فص مفرومين، وهنزل كمان معلقتين كبار من الصلصه الجاهزه. كده خلاص خلصت الاكله بتاعتنا. المكرونه كده سهله خالص، هنضيف عليها بقى ميه مغليه نغطي بيها المكرونه كده شويه. ضفت بس في التوابل ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه وبابريكا. هحرك بس المكرونه مع الميه المغليه عشان ما تلزقش طبعا في بعضها، وبعدين ارفعها على النار. هزود الميه شويه كمان واسيبها اول ما تغلي، اهدي بقى النار عليها خالص زي الشكل ده كده لحد ما تستوي تماما. لو انت حاسه ان الصوص بتاعها عايزاها تبقى جوسي اكتر، ممكن تزودي شويه ميه مغليين كمان وتهدي عليها لحد ما تتشرب شويه وتبقى طريه. طعمها حلو ومميز يعني، بس انا بتعجبني المكرونه بالصلصه اكتر من الطعم اللي انا شفته في المكرونه بالطريقه ديت يعني. يعني هما قعدوا يشكروا فيها جدا جدا على اليوتيوب ان هي طعمها حلوة قوي ومختلف وكده، بس انا لما عملتها لقيت يعني لقيت المكرونة بالصلصة اللي هي العادية، الطريقة العادية بتاعتنا توم وتوابل يعني وصلصة، بس طعمها يعني احلى منها بصراحة. هنعمل بقى دلوقتي الكفتة. طبعا الكفته من الحاجات اللي من غير اضافات خالص تبقى حلوه جدا يعني. لحمه عندنا بلدي عليها ملح وفلفل بس وبصل، يبقى كده مية مية، احلى كفته في الدنيا. الاضافات دي بتغير في الطعم يعني وتخلي طعم حلو برضو. ولكن عايزه تعملي كفته بلحمه طعمها باين قوي اللحمه، بس ما نضيفش توابل كتير. فانا النهارده حطيت على اللحمه بتاعتي بصل مفروم، ملح وفلفل اسود، وبابريكا، وسنه صغيره جدا من الكزبره الناشفه بس كده. وابتديت ان انا اصبع الكفته بتاعتي، صبعيها على اي حاجه، معلقه ولا مثلا بتاع السكاكين، عشان تطلع مفرغه من جوه وتطلع كبيره كده شويه في الحجم، عشان لما تكش شويه يبقى حجمها مناسب، ما تكونش مسفرته قوي في نفسها كده يعني. هنحطها في الفرن على درجه حراره 200، بس طبعا الفرن يكون سخن عشان اللحمه تشيل بسرعه وما تفكش منك. وندخلها على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة، هتكون استوت واتحمرت بالشكل ده. تقدري تعمليها في اي كده يوم في العيد، في العشاء ولا في الغداء، هتبقى سهلة وسريعة جدا وبتطلع طعمها حلو قوي. طبعا ممكن بقى تضيفي بيض، بقسماط، تحطي معلقة نشا، بيكنج باودر، واضافات كتير جدا. وفي طرق كتير اللحمة، ممكن نضيف فلفل الوان كمان ونعصر المية منه ونضيفه ونحط كمان بقسماط. تقدري تحطي اي اضافات، ولكن اللحمه بس بملح وفلفل وبصل طعمها مختلف ومميز جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده وشجعتوا واستفدتوا منه حاجه، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.